لؤي محمد داوود من بغداد في مقر جمعية قصار الطامة في بغداد. كان لنا هذا التقرير. متى تأسست جمعيتكم؟ بدأت الفكرة بعد 2003 وتوسعت الفكرة إلى أنه صار أعضاء الجمعية. اجتمعنا أول مؤتمر تأسيسي بنهاية 2003 شهر 12، وطبعا بدينا بإجراءات الجمعية وتسجلت رسميا في 2004 في بغداد. كم هو عدد أعضاء جمعيتكم؟ طبعا هو المنتمين للجمعية في بغداد يعني 500 عضو. في المحافظات عندنا في ذي قار الناصرية عندنا تقريبا 160، عندنا في كركوك وعندنا في النجف أعضاء، لكنه المكاتب اللي بدنا نحكي عنها اليوم هي شبه مستقلة يعني إداريا، باعتبار انه احنا حاليا لازم نقولها الجمعية غير مدعومة من أي جهة، في هذا مصادر تمويلها تكون ذاتية. الشخص اللي يتبنى الجمعية هو يتحمل تكاليف إدارة الجمعية. يعني ما هي أبرز المشاكل والمعوقات التي تواجهونها كقصار قامة في المجتمع؟ أول شغلة هي ضياع الهوية القانونية لقصار القامة، باعتبار أنهم لم يصنفوا في أي قانون في العراق سابقا إلا في قانون الخدمة العسكرية، وهذا القانون كان الوحيد موجود إلى ذكر في قصار القامة في العراق. لا كانوا محسوبين على الأشخاص ذوي الإعاقة ولا كانوا محسوبين على الأشخاص الغير من ذوي الإعاقة، وبالتالي وقعنا في إشكالية عانينا من عدها حتى بعد تأسيس الجمعية إلى حين تقريبا يعني قبل فترة إصدار القانون إنه اعتبر قصار القامة من ذوي الاحتياجات الخاصة. بالتالي وطبعا هنا هالمشكلة، يعني القانون كان تصنيف ذوي احتياجات خاصة وذوي إعاقة، هنا هم نفس الحالة راح نرجع في وزارة العمل إلى نفس المشكلة. لما تروح تقدم على مثلاً مبدوء الرعاية الاجتماعية راح يقول لك أنت مو من ذوي الإعاقة، ما مشمول بالرعاية الاجتماعية. تقول له زين وفر لي فرصة عمل، إنه عاطل عن العمل راح يقول لك زين أنا ما عندي، أنت ما تقدر تشتغل أي شغلة، وهنا هم مشكلة يعني. ولهذا إحنا يعني قررنا كجمعية إنه يجب أن يغير الحال وأن يكون لقصار القامة يعني قوة أكثر، خصوصاً يعني بعد ما تعبنا من مراجعاتنا للسياسيين قررنا دخول البرلمان العراقي ورشحنا للبرلمان في الانتخابات 2014. دخلنا يعني تنافس قوي في بغداد بالتحديد، يعني إنه هي بغداد أصعب محافظة في الانتخابات ودخلنا بيها والحمد لله حققنا جزء من طموحنا. يعني هل لديك مشاركات مع المنظمات مجتمع مدني دولية أو عربية؟ أي طبعاً، إحنا عندنا اتصال بالمنظمات المختصة للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام ولقصار القامة بالتحديد، باعتبار إنه إحنا سعينا لتأسيس أول اتحاد طبعاً بالمناسبة جمعيتنا جمعية هي أول جمعية بالشرق الأوسط وهذا فخر لنا، واتصلنا بكثير من الجمعيات والمنظمات الدولية ومن ضمنها يعني الاتحاد العالمي لقصار القامة. وقلت لك يعني كانت لنا دعوات من ضمنها الدعوات دعوة إيرلندا في بلفاست، لكن احنا قلت لك إجراءات الفيزا كانت سبب في عدم دخولنا إلى يعني ذاك الوقت إلى المملكة المتحدة. هذه بعض الملصقات الدعائية إلى جمعية قصار القامة. السلام عليكم سيد محمد. حضرتك نائب رئيس الجمعية، ما هي أبرز النشاطات اللي قمت بها للتعريف بمشاكل قصار القامة في المجتمع؟ والله بصراحة يعني احنا كنا نعاني يعني من زمان مشاكل، يعني احنا قصار القامة كنا نعاني ضياع الهوية ونعاني يعني قلة احترام بالشارع، يعني ما حد يعيرنا أهمية في المجتمع، بينما بالمجتمعات الأخرى لا، بالعكس رجل قصير قامة يقدر ويحترم وإلى حقوق وإلى واجبات وعلي واجبات وإلى كل شيء بصراحة. بس إحنا عدنا يعني مع الأسف يعني بس ببغداد، يعني حتى إحنا الإسلامانية شفنا قصار قامة يعني هم فتشي يعني منطيهم بيان كبير ومسوينهم جمعية، إحنا ما نريد هالشكل، كنا بنعاني. فلهذا السبب أبرز حدث سويناه إحنا رشحنا أخونا محمد عيدان رئيس جمعية مالتنا للبرلمان، لأن صراحة يعني يقول لا شيء عنا دوننا،
يعني اذا مو انت عندك احد من عندك سلطه ما يقدر يسوي لك شيء. ولهذا السبب تشوف يعني احنا رشحنا اخونا محمد عيدان في سبيل يعني دافع عن حقوق، والحمد لله والشكر ان شاء الله صوتنا واصل بصوت اخويا محمد عيدان. هل انتم تحاولوا ان تطرحوا مشاكلكم ومعوقاتكم على وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه او على الحكومه او على منظمات المجتمع المدني؟ حاولنا ورحنا وجينا وسوينا اشكال والوان، بس دعم ما عدوا، ما بديهم شيء. واحد يذبنا على الاخر، ليش ابو حقوق الانسان يقول انتم مو معوقين؟ زين ابو الهجره المهجريه رحنا له يقول يعني انا شبيد عليكم؟ محافظ بغداد رحنا له صلاح عبد الرزاق بيتشه قدامنا، ردنا احنا نطيه فلوس، يقول انا عندي عمال يعني لحد الان عقود، يعني وين نروح وين نلتجي بعد؟